شو ازيك يا رافع؟ ايوه انت عزوف انت همس فضول العربية لغتك الأولى مش كده؟ والفرنساوي كمان وليه مش الإنجليزي؟ عشان اتربيت في المغرب لكن مكتوب عندي إنك من مصر الموضوع ده ليه قصة طويلة عارفها؟ عارفها؟ دي أول حاجة لازم تتعلمها هنا مشي قبل ما تحط رجلك في إسرائيل بنكون عارفين عنك كل حاجة لأن مفيش أي حاجة بتستخبى عننا في البداية هيحاولوا يبهروك
هيتعاملوا معاك كأنهم عارفين عنك كل شيء. في نفس الوقت اللي ما يعرفوش عنك غير اللي جمعوه بتحرياتهم، التحريات اللي كلمينا ايد طويلة فيها. طب وفي الحالة دي أعمل إيه؟ ولا حاجة. تصرف بشكل طبيعي بانفعالات بسيطة. المهم ما تنساش حقيقة مهمة قوي. إيه هي؟ إنك موسى. موسى زكي رافع. مظبوط. كل اللي قلته مطابق فعلا للي عندنا. واضح إن في توصية خاصة عشانك من الوكالة اليهودية في أتينا. يعني كده خلاص؟ قولي مشي، أنت سبت مصر من إمتى؟ حوالي 3 شهور. وإيه آخر حاجة لاحظتها هناك؟ عن إيه؟ عن كل حاجة. عن الناس. عن النظام. عن الحالة المعنوية للناس. حتى عن توفر المواد التموينية. كل حاجة مشي، كل حاجة. قول لهم الحقيقة كلها. ما تخبيش عنهم حاجة. ده في الغالب بيكون اختبار لازم تنجح فيه يا موسى، لازم. هحكي لك كل حاجة. أمرك جنرال. إيه علاقتك يا إيزاك بهايدي؟ سيادتك أمرتني إني أكون. تسمعتني ولا لا؟ بقول لك إيه علاقتك بهايدي؟ إيه اللي حصل جنرال؟ جاوب على سؤالي. علاقة حب جنرال. ده اللي توقعته. اقسم لك يا جنرال ان انا عمري حب خلاك تخون عملك. تخوني انا جنرال. ما تحاولش تدافع عن نفسك لان جماعة التحريات ومعايا الادلة الكافية. انت اللي كنت مسؤول عن امن الفيلا لما كانت هايدي بتهرب مقالاتها. انت! انت اللي كنت بتودي المقالات للجريدة الحقيرة دي. انت ايزاك، انت اللي كنت بتنقل اسرار سنة الهايدي رغم انك عارف ده معناه ايه. جنرال انا عمري ما تحاولش انك تدافع عن نفسك. تحاولني لمحاكمة جنرال؟ لا يا ايزاك، محاكمة يعني خطأ وتقصير وفضيحة. لا يا ايزاك، عندي حل تاني. شكرا مشي، في الواقع انك تعاونت معانا بشكل ممتاز. الاوراق اللي عندي بتقول ان في وظيفة منتظراك في دار شوشانة للنشر. يا ريت. واضح ان في توصية خاصة جدا عشانك، انك مش هتبتدي حياتك في كيبوت زي الباقيين. ده من حسن حظي. قدامك 48 ساعة تدبر فيها امورك، تستلم فيها شغلك، ولازم تعرفنا المكان اللي انت هتقيم فيه. انا معايا عنوان كان يقولي الكابتن صدوق عشان الاقامة. عظيم. المهم انك تبلغنا باي مكان تروح فيه قبل ما تسيب العنوان ده. مفهوم؟ مفهوم. تفضل. اسمه ايه ده؟ موشي رافي. موشي رافي. استنى عندك. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. مش قلتوا لي ان كل اوراقي سليمه؟ هتستلم شغلك امتى؟ لو ينفع استلمه بكره هستلمه بكره. لا. يعني ايه؟ يعني اول ما تستقر تسافر فورا على تل ابيب. تقابل صاحب الكارت ده في العنوان اللي مكتوب عليه. اسال عن جاكوب اهرون. مفهوم؟ كده خلاص؟ لا. لسه حاجه واحده. ودلوقتي هتحلفوا قسم الولاء لدولة إسرائيل. هتحلفوا إن ولاءكم الوحيد لإسرائيل ونظام إسرائيل وطموحات إسرائيل وأهداف إسرائيل. هو ما بيبتديش أي حفلة إلا بالحتة دي. بقت لازمة.
خبرت مونا؟ مونا بس، أنت مين؟ موسى، موسى رافع من طرف. عارفة، صدوق، ادخل. الحقيقة أنا دخت لحد ما لقيت العنوان. هتدفع 150 شيكل في الشهر، نصهم مقدم. هتخدم نفسك بنفسك، أنا مش خدامة، مفهوم؟ مفهوم. مفيش أكل في الأوضة إلا لو اشتريت الأكل من عندي. الوجبة بخمسة شيكل من غير لحوم عشان الكوليسترول. مفهوم. المقدم هتاخد الباقي بعدين. حل مش حل، دي مش شغلتي. انا ما قلتلكش تروح تعمل فيها ابو علي وتشتري شبكه لخطيبتك. انا لقيتك مزنوق قلت اعمل معاك واجب واديتك الفلوس، ودلوقتي بقى انا عايز فلوسي وعلى داير مليم. منين يا عنتر؟ ما انت عارف انا لا اقدر اطلب من ابويا ولا من الحاج شكري اي مليم احمر بعد الخساره اللي خسروها في الوكاله بتاعت اسكندريه. ده انا حتى ابويا محرج عليا قعدت بالمحل بعد ما رفضوا دخلوني الحربيه. وتعني ما لقيتش غير الحربيه دي. انت بالذات ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، انت عارف ان انت السبب في انهم ما يقبلونيش. انا رفعت راسي يا ابن اللواء، بقى انا عنتر الغلبان اللي كنتوا بتدخلوه معاكم النادي شفا، امنعك انت ابن اللواء من دخول الحربيه. لولا الموضوع الزفت بتاع سرقه العربيه ده كانوا قبلوني، فاكره ولا نسيته؟ انا افتكر ايه ولا ايه بقى، انا كل اللي انا فاكره الفلوس اللي سيادتك مديون بيها ليا، واللي هفضحك بيها فضحت القطط لو ما رجعتها ليش الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ مستحيل طبعا. مستحيل مش مستحيل، يا الفلوس يا الفضيحة. ماشي يا ابن اللواء. مش قادرة أقدم رفيف، مش قادرة سانتي، أنا خلاص الأحوال هنا بقت صعبة قوي، وأنا أعصابي ما بقتش متحملة. أنا خلاص ناوية أبيع البار بتاعي وأرجع عايش في نابولي. للدرجة دي رولا؟ أنا الحقيقة شايفة البار ناجح جدا، وكل المشاهير تلاقيه من زباين، إزاي تسيبيه وترجعي تعيشي في نابولي؟ هي عايزة تسيبي إسرائيل بعد ما كبرت وتوسعت بالشكل ده؟ كبرت وتوسعت آه، لكن لسه الأحوال فيها مضطربة متوترة، وجنرالاتها خلاص كبروا وبقوا نجوم وأصحاب سلطة ونفوذ. طب وده مضايقك في إيه؟ لأن باري بقى ملعب ليهم، كل صفقاتهم النظيفة واللي من تحت لتحت بيعملوها هنا برضه. أيوه بس ده بيكسبك كتير يا رولا. وبيعرفني كتير، وفي يوم من الأيام الناس دي مش هتسيب أي حد يعرف عنها أي حاجة، وساعتها رولا المسكينة هتعمل إيه لو حبت تتكلم قدام الناس دي؟ تفتكر هيسكتوها إزاي؟ رولا تفتكري لو رحتي نابولي هتبعدي عنهم؟ نابولي دي هتكون أول محطة، بعد كده هاخد القرشين اللي هبيع بيه من البار وروح بلد تانية محدش يعرف يجيبني منها ابدا. مكبره الموضوع قوي رولا. انا كمان شايفه كده. صدقوني انتوا مش حاسين باللي بيحصل تحت سطح اسرائيل. عايزين نصيحتي، اعملوا زيي، اهربوا. يعني ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ طب اعمل ايه يا سلام؟ انا كنت خلاص على اخر دقيقه كنت هتنقل اسكندريه، لولا الراجل مدير الاداره حط اسمي بنقطه بدل اسمي. ده حتى عصام. انا مش دعوه بعصام ولا بغيره، انا مش ممكن اسيب اسكندريه اروح اعيش في بني سويف بقى بعد اسكندريه والهوا والبحر. بني سويف مره واحده؟ مالها بني سويف؟ دي بني سويف دي حلوه خالص، حلوه جدا، بس انت لو تفكري. لا ما بفكرش، انا مش هسيب اسكندريه، مش هسيب اسكندريه. ثانيه، انت ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي انك كنت وعدتني بحاجه وخليت بيا، يعني خدعتني. انا خدعتك؟ ايه الكلام ده؟ وانا كنت اعرف يعني اللي هيحصل ده؟ بابا كان شارد عليك من الاول ان انا اعيش في اسكندريه وانت وافقت. خلاص الظروف اتغيرت، يبقى الاتفاق كمان اتغير. بحبك يا هايدي، بحبك. وانا كمان بحبك يا ايزاك. دلوقتي بس اتاكدت اني بحبك قوي، هقولها لك اول ما تيجي، المره دي هقولها لك. مش هيجي. انت امال فين ايزاك؟ قلت لك يا مدمزيل هايدي مش هيجي. مدام رولا، مدام اقعدي.
مدام رولا بح. والبار في الحقيقة انه اتباع من اول امبارح وبقاله مالك جديد. انت عايز مني ايه يا حنين؟ وقصدك ايه ان ايزاك مش هيجي؟ حقيقة ما عنديش صلاحية ان انا اجاوبك على السؤال ده. امال اسأل مين؟ فين ايزاك جنرال؟ اخر حاجة كنت اتوقعها ان بنتي ودراع اليمين يخونوني يتأمروا عليا. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ والسخيف لما فقدت ثقة بنتي الوحيدة وديتها لايزاك المساعد بتاعي ما كنتش متصور ابدا انه هيبقى شوكة في ظهري. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ ده دفع ثمن خيانته. كل لازم يعرف ان اللعب مع الجنرال ثمنه غالي غالي قوي. برافو جنرال، برافو قوي. مذبحه جديده نفذتها بمنتهى المهاره والوحشيه، مذبحه جديده تضيفها لتاريخك الطويل. بس للاسف مفيش حد شافها او هيعرفها عشان يديك وسام قذر جديد. اتجننت يا بنت؟ انا فعلا اتجننت. اتجننت لما تصورت ان ممكن الشفقه تدخل في قلب ما عرفش غير النار والدم طول عمره. اتجننت لما فكرت ان اهدك او اريحك ولو للحظه واحده. دي مش مساله شخصيه، ده شغل. انا لا يمكن اسمح بوجود ثغره في جدار الامن. ثغرة ايه وامن ايه؟ كل حاجة بالنسبة لك شغل شغل، حتى حياتي الشخصية ومشاعري شغل. ده شيء غير محتمل جنرال، غير محتمل خالص. استنى عندك يا بنت. هستنى ايه تاني؟ قولي. بحبك يا هايدي، بحبك. قولنا بقى يا عم. لا انت مش معانا خالص من الاول. انت كنت بتقولي حاجة؟ حاجات بس انت كنت فاضي تاني خالص. بطل الحركات بتاعتك دي بقى خلاص. ايوه كده صحصحي وارجعي زي زمان. انت بقالك ساعتين مسهمه وسرحانه ولا دريانه باللي حواليكي. مفيش اخبار عن عمرو. قولي كده بقى، ده سرحاني ايه؟ يا بختك يا عمرو، يا ريت كده عصام يحبني قد ما مها بتحبك. عزة انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. يعني انت تفتكري لو في اخبار عن عمرو مش كنت جريت وقلتها لك من غير حتى ما تسالي؟ طب وبعدين؟ دي السنة قربت تخلص وما بعتش إلا تلات جوابات، والكلام اللي فيهم كلام عادي بيسلم عليا كأنه مقراش جواباتي. أنا ما بقتش قادرة استحمل. يعني إيه يا ما؟ ماما مخلية حياتي جحيم، كل يوم والتاني عمالة تجيب لي في عرسان، واللي اسمه وليد ده مش سايبني في حالي. ده جه لغاية دلوقتي تلات مرات عايز يطلبني من ماما. لولا بابا أنا مش عارفة كنت هعمل إيه. صدقيني يا ما، كلنا قلقانين على عمرو زيك بالظبط. ماما هتتجنن على الأخبار. وانا كاتمه في قلبي وساكته. بابا كمان. ماله بابا؟ على طول سرحان وبيسمع كل نشرات الاخبار، وكل ما حد يجيب سيره عمر يسيب المكان ويقوم. طلبة؟ الله خير، ايه اللي رجعك بدري كده؟ كريتني. هو انا كل ما اجي الاقيك في المطبخ؟ لا مش بحضر الاكل. اكل هو ده كل اللي شغلك؟ الأكل. استر يا رب. مالك يا طلبة؟ في ايه؟ ما فيش حاجة، شوية زهق. ليه بس كفالة الشر؟ في حد مضايقك في النادي؟ أنا ما بقتش طايق النادي ده خالص. بقى مليان بشباب طايش ومستهتر، لا حاسس باللي جرى للبلد ولا داري باللي بتعمله علشان تقف على رجليها. معلش معذورين، بكره يعلوا ان شاء الله. بكره؟ بكره امتى؟ لازم يفوقوا، لازم يعرفوا ان في شباب بيفنوا نفسهم علشان وطنهم. طب
اهدى بس، اهدى. انت مالك بس متعصب كده ليه؟ ما تهدى. قولي، ما فيش اخبار عن عمرو؟ عمرو بخير يا كريمه، اطمني. امال ما بيبعتش جوابات ليه؟ ده انا قلبي متشحتف عليه حبه عيني. قلتلك عمرو بخير. ان شاء الله هيكون بخير. ايه في ايه؟ انت هتقعد لي كده طول النهار في البيت؟ مش تروح تشوف شغلك؟ انا لسه واصل امبارح جفرت منى، بعدين هم قالوا لي لا. انا بحب اخد راحتي في بيتي، ما تقعدليش كده في البيت طول النهار. هي مش دي اوضتي وده بيتي؟ انا حره فيه اعمل فيه النظام اللي يعجبني. لا مش هينفع كده. خلاص روح شوف لك حته تانية تبات فيها. هيحصل. والمقدم اللي انت دفعته مش هيرجع. ليه بقى؟ خلاص انصرف وما تبصليش بعينيك دول. خلاص خلاص جفرت منى، انا مسافر تل ابيب، ولما ارجع نبقى نتناقش في الموضوع ده. هتعمل ايه هناك؟ شغل. شغل ايه يعني؟ وانت مالك؟ عندك حق، ولما ترجع هنتناقش مع بعض. ايه المجنونه دي؟ دي الجوابات اللي كتبها عمرو مش كده؟ ايوه حسن، ودي وقتها. عمرو ابتدى العمليه فعليا وبيواجه المجتمع الاسرائيلي دلوقتي لاول مره، في نفس الوقت اللي احنا بنواجه فيه مشكله تانية. بعثه عمرو انتهت رسميا، يعني لازم يكون فيه مبرر قوي منطقي قدام اهله عشان ما يرجعش دلوقتي. عشان كده يا فؤاد خليته يكتبها. فاضل جواب مهم قوي. جواب ايه تاني؟ جواب بتقول لهم فيه انك نجحت في البعثه نجاح ممتاز، وده خلى الروس يعرضوا عليك منحه مجانيه لدراسه الدكتوراه. انها فرصه ما تتسابش، هتغير مستقبلك كله. والدكتوراه دي هتاخد وقت قد ايه؟ ده يتوقف عليك انت. الدكتوراه هتخلص يوم ما تنتهي العمليه، او انت تقرر عدم الخضوع للاستمرار. احنا عملنا حساب كل حاجه، كل مناسبه عمرو كتب لها جواب بخط ايده عشان نبعته لاهله في الوقت المناسب. دلوقتي هوريك اهم جواب. الجواب ده حسن اهو، ده بمناسبه عرض الدكتوراه. طيب مفيش اخبار عن عمرو شخصيا؟ لا لا لسه، المرحله دي مرحله حساسه جدا، واي تصرف غريب ممكن يثير حواليه الشبهات. انا عايزه يبقى حر زيه زي اي يهودي بيواجه مجتمع مختلف، وانا كمان مش هحاول اعرف اخباره ولا اي معلومات عنه. طب يا فؤاد امتى يعني هتطمن على عمرو؟ في الوقت المناسب. في الوقت المناسب يا حسن. صرافة؟ ايوه اتفضل. شكرا. مو صرافة. غلط يا حبيبي، غلط. انت اسمك هنا موشي رافي. انسى بقى مصر ولهجة مصر. مش معقولة يعني، ما هو دين زي اي دين وانا عاوز اشتريه. قلت ايه؟ قلت ما ببيعش. طب لو فيها حسن ليك يعني ايه؟ يعني انا هاخد وصل الامانة اللي انت واخده على خالد واديك حقك وفوقيه 10 جنيه زيادة. طب وليه؟ ما تديله انت الفلوس يدفعها لي وانا اسلمه الوصل. انا بديلك حسنتك عشان تديني الوصل مش عشان تستجوبني. لا ما انا لازم افهم الفولة، اصل الوصل ده غالي عندي قوي. عشان تزل بيه ابن اللوة مش كده؟ عليك نور، انا مستعد ارمي الفلوس دي في البحر،
بس اكسر مناخيره ومناخير اللي زيه. يا ساتر يا رب. سيبك منه وخليك معايا. هتمشي البيعه ولا لا؟ يفتح الله. خلاص انت حر، بس انا هاخد بنصيحتك ويا دار ما دخلك شر. هدي الفلوس لخالد وهو يديها لك على الجزمه، وانا يبقى لي معروف عنده، وانت تطلع من المولد بلا حمص ولا حفني. اعمل لنا حجر كده يروق الدماغ، وانت بالسلامه يا شربات. امرك يا معلم. خلاص خلاص اخد 20 جنيه زياده. هم 10 جنيه. ها هتمشي البيعه ولا نفضها بيعه؟ غلط يا خالد، غلط واكبر غلط كمان. ليه تخلي واحد زي عمتر ده يعمل كده فيك؟ عشان ايه؟ عشانك، عشان اقدر ارفع راسي قدامك وقدام اهلك. لما مامتك قالت لي مش هيبقى ليا اي حقوق عليك الا لما اقدم لك الشبكه، قررت اني لازم اقدم لك احلى شبكه في الدنيا. مش بالطريقه دي. ما كانش قدامي حل تاني. يبقى ما كانش ليها لازمه. وبعدين معاك يا ألفت، مالك بتكلميني كاني عيل صغير كده؟ انا؟ ايوه انت. من ساعه ما خرجنا وكل حاجه بعملها مش عاجباكي، زي ما اكون عيل صغير. لا يا ألفت، انا مش عيل، انا راجل وراجل قوي كمان، وكلها كام سنه وهبقى مهندس قد الدنيا. اخس عليك يا خالد، انا بتعامل معاك ان انت عيل؟ طب يعني انا هرضى ان حبيبي وخطيبي يبقى عيل؟ طب انت يا سيدي راجل وسيد الرجاله كمان. انا بقول كده بس عشان تفضل رافع راسك قدام الناس. طب والعمل يا ألفت؟ المبلغ كبير ومش هقدر اجهزه في الميعاد اللي محدده عنتر، وظروف البيت والمحل مش مساعده. اسمع يا خالد، مفيش غير حل واحد. لا لا لا، ده مش حل يا عادل. يعني ايه تستقيل؟ خلاص الست سناء هتمشيك على هواها من دلوقتي؟ خليك راجل ومشيها انت على هواك. مفيش حل تاني يا عصام، ابوها مصر انها تتجوز في اسكندريه. حاجه عجيبه قوي، يعني الراجل يعمل لي درجه في الخطوبه ويوافق انكم تعملوها في بيتك في مصر، وساعه الجد يقول لازم اسكندريه؟ ده ايه مخ من الاخبط ده؟ ما تنساش ان سناء بنته الوحيده، وما تنساش انت كمان انك هتبقى راجلها وليك عليها حق الطاعه. عصام مش حكايه حقوق واجبات يا عصام، انا بحبها. يغور ده حب يا اخي، يعني تبقى انت بتحبها وهي ما بتحبكش؟ مين قال كده؟ سنية بتحبني. لو بتحبك صحيح كانت عاشت معاك في اي حته. اسمع مني انا، الست تروح مطرح ما يروح راجلها. انا مش فاهم يا اخي، يعني لو جالك نقل بعد الجواز مش هتروح معاك يعني ولا ايه؟ المسائل ما تجيش كده. ما تجيش غير كده يا عادل. لو عزة عملت كده هتسيبها؟ عزة عمرها ما تعمل كده. لو عملت؟ بص يا عادل، انا مش هدخل معاك في مناقشه عقيمه زي دي. انت حر اعمل اللي انت عايزه، وكويس كمان اني هسيبك لوحدك الاجازه دي عشان تفكر كده وتهدى وتراجع نفسك وتفوق. لا يا مفي، لا يا حبيبي، فوق بقى. احنا هنا خلاص في ارضنا، احنا هنا القوه الاغلبيه وهم القله الضعيفه، يعني لازم تمشي فارد طولك رافع راسك، مش زي مصر. انا في مصر كنت فارد طولي ورافع راسي. كلام فارغ، احنا كنا خايفين يا حبيبي مزورين، كنا تحت عينيهم طول الوقت، انما هنا لا. ما علينا، المهم اني مبسوط اني شفتك يا عوض. جاكوب يا حبيبي، جاكوب يا موشي، هنا الاسماء بتتنطق بطريقه مختلفه ولازم تتعود عليها. احاول. انما قول لي ازاي دخلت الشيمبات ووصلت ازاي لوظيفه زي دي؟ لا لا لا، دي حدوته كبيره قوي يا حبيبي، عايزه قعده كده حلوه من قعدات زمان. يعني هنقعد قعده زي قعدات زمان يا عوض؟ وبعدين بقى، مش قلنا جاكوب يا موشي؟ جاكوب. ورشيل اخبارها هي صحيحه؟ لسه رشيل ولا بقت جاكوب؟ دي هتفرح قوي لما هتشوفك، بس انا بقى مش عارف انت هتعرفها ولا لا، اصل البنت حلوه شويتين. أنا النهاردة جايب لك حتة مفاجأة هتبوسيني عليها. تبوسيني ده إيه؟ تبوسيه هو. موسى؟ مش معقول؟ وحشتني يا موسى، وحشتني قوي. وأنت كمان يا رشيل، ولا اسمك اتغير زي جاكوب؟ لا، أنا رشيل دايماً، مش هتغير أبداً. اللي أنا شايفه غير كده. ده من بره بس وحياتك، عشان أجاري الجو هنا. انما من جوه لسه زي ما رشال بتاعت زمان، فاكرها؟ انا اقدر انساها؟ انا شايف بقى ان السهره النهارده هتبقى صباحي، علشان نفتكر يعني ايام زمان. جاكوب روح انت. طبعا طبعا يا حبيبتي، ده شيء بديهي، انا بس كنت عايز موشيف حاجه. قلت روح يا يعقوب.
انت عندك شغل من بدري. حاضر يا حبيبتي، حاضر. مش هي انا هستناك بكره الصبح. بكره الصبح ايه؟ وقت ما تصحى يا حبيبي بعدي عليا في المكتب عشان نتكلم في الشغل. ما قلتليش ايه رايك بقى في شكلي الجديد؟ بيانات مشروع التعليم الجديد. بارد ساره، ما سالتيش نفسك انا ليه اصريت انك تتنقلي معايا لجنه التعليم؟ عشان ده احسن عقاب ليكي، انك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار وانت عارفه ان انا كشفتك. جبايت فيرد، ما تفتكريش انك ممكن تخدعي سوناتا فيرد يا ساره. انا كشفتك من اول مره وكان ممكن افصلك، لكن انا فضلت انك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار عشان اراقبك. مش هخليكي تنامي لحظه واحده، وهخليكي دايما تسالي نفسك سؤال، يا ترى هتردلي الألم ده ازاي؟ فاهمة يا سارة؟ ودلوقتي اتفضلي على مكتبك، بس ما تنسيش كلمة واحدة من اللي قلتهولك. اتفضلي. هايدي اهلي يا حبيبتي، اتفضلي. انا اسفة ما كانش في حد برا. معقولة يا هايدي، انتي صاحبة مكان. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. مالك يا هايدي؟ أنا محتاجة لك، أنا محتاجة أتكلم معاك شوية. أنا تحت أمرك يا حبيبتي، اتكلمي. قولي هايدي، إيه سر العذاب اللي على وشك ده؟ أنا حياتي بتنهار. ليه يا حبيبتي؟ ليه كده؟ لا يا هايدي، لا يا حبيبتي، لا. اتكلمي يا هايدي، افتحي لي قلبك يا ماما. أنا لا لا. هايدي، هايدي. ايه كمان دكتوره؟ يعني المحروس عايز يقعد سنه كمان ويسيبك معلقه كده؟ يعني يسيب فرصه زي دي يا سميحه؟ ايوه يا شاهين، يسيبها ويرميها ورا ظهره كمان، ويرجع للبنت الغلبانه دي اللي مفهمها انه بيحبها من زمان. يا ماما انت عارفه كويس قوي انه ايوه عارفه انه بيحبك يا حبيبتي، بس يا عالم بقى، يا عالم السنه اللي فاتت دي عمل ايه؟ مش يمكن يعني قالوا بنت روسيه كده بيضه حلوه شعرها اصفر وعينيها خضره؟ ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الله، بوعيها ولا سيبها كده على عماها؟ حبيبتي يا بنتي، ده كلام يا سميح؟ ايه مش عاجبك كلامي؟ يوه، ومين ده راكر؟ مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيب طنط، اتفضل. زي ما انت متحفظ زي البنات البكر بالظبط. ايه جننت ريتش؟ ده كلام ريتش زي اختي يعقوب يا جاكوب، وما اقدرش. اختك ايه بس وما تقدرش ايه؟ دي فرصه ما تتعوضش لمهاجر جديد زيك. فرصه؟ طبعا يا حبيبي فرصه، وفرصه كبيره كمان، لان ريتش دلوقتي من سيدات الاعمال الكبار قوي في اسرائيل، وارتباطك بيها هيدخلك المجتمع العالي في اسرائيل، مجتمع رجال الاعمال والسياسيين والسلطه. حد يلاقي بقى فرصه زي دي ويسيبها؟ احنا بنتكلم عن مين بالظبط؟ بنتكلم عن ريتشي، وعايزك تركز معايا. ريتشي اختك؟ ريتشي اصل انا حاسس انا بتكلم عن حد تاني. لا يا حبيبي، ريتشي اختي، وركز كويس بقى في الموضوع ده وفكر فيه. انت عايز ايه مني يا عقوب؟ قصدي يا جاكوب. كل يوم عدي عليا في المكتب وتعالى ونقعد نتكلم في كل حاجه الا الشغل. اه ده شغل برضو يا حبيبي. اه بمناسبه الشغل بقى، اكيد وظيفتي بتاعت دار النشر اللي في حيفا راحت، لان كان المفروض استلم الوظيفه في خلال اسبوع. حيفه ايه بس يا حبيبي؟ اللي زيك مستقبله هنا مش في حيفا. قصدك ايه؟ قصدي انك ترجع حيفا تروح تجيب حاجاتك اللي هناك، انت لازم تستقر هنا. الوظيفه؟ قلت لك سيبك من الكلام الفارغ ده، الفرص هنا اكبر بكتير قوي. ادخل. اتفضل.
جواب غرامي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، دي معلومات أمنية عنك يا حبيبي. فين اوضه مشير رافي؟ هنا هنا. مش هتقول لي برضو المعلومات دي فيها ايه يا اهو؟ يا هتشكر. ما تشغلش بالك يا حبيبي، بكره هتعرف. براحتك. انت طبعا هتحضر افتتاح بريتشي مش كده؟ والشغل. وبعدين بقى، انا مش قلت لك تنسى موضوع الشغل في حيفا ده خالص؟ عندك شغل بداله هنا. ما قلت لك. برضه موضوع رشيل؟ هو في غيره. طب وحياتك انت يا حبيبي، وحياتك عندي. لو ما كانتش ريتشي دي اختي، انا ما كنت فوتت موضوع سيد. وحياتك انت، انا مش هستغرب. طب يلا. يلا يا حبيبي يلا. روح على حيفا وهات حاجاتك وتعال عليا. جاكو، الوظيفة دي مهمة جدا بالنسبة لي، أنا الفلوس اللي معايا خلاص. والوظيفة كمان خلاص يا حبيبي. يعني إيه؟ يعني انت ما روحتش تستلم الوظيفه في الميعاد، وكمان ما قدمتش اي عذر يبرر اللي حصل، فاكيد هم يعني عملتها يا يعقوب. جاكوب، جاكوب يا موشي. طب ليه عشان مصلحتك يا حبيبي. بكره يا حبيبي هتعرف حجم الخدمه اللي انا عملتها لك قد ايه، وهيوفر عليك يا حبيبي. انت مهاجر جديد، في الظروف العادية هتتمرمط حوالي 10-15 سنة لغاية لما تلاقي وظيفة محترمة وتقدر تستقر فيها. قمت انت بقى لغيت الوظيفة كلها من الأساس. بالعكس يا حبيبي، انا نقلتها لك من حيفا لتل أبيب، وتقدر تستلمها اول ما ترجع. مش فاهم. بكرة تفهم يا حبيبي. جاكو، دي خدمة فعلا؟ طبعا يا حبيبي، طبعا خدمة، ده انت ليك دين في رقبتي. وبعدين ريتشي هي اللي أمرت، عايزاك جنبها يا سيدي، وأنا ما أقدرش أقولها لأ.